أكد مصدر عسكري تدمير مدرعة وإعطاب أخرى ومصرع من فيها خلال إحباط محاولة تقدم في منطقة كوفل بمارب. يأتي ذلك بعد مصرع 6 من مرتزقات العدوان وجرح 8 في القصف السعودي على مرتزقته في حزم الحقيل مديرية صرواح، الذي أدى أيضا إلى تدمير عربة عسكرية وطاقم. يشار أن العدوان السعودي استهدف الكثير من مرتزقته مؤخرا في محافظة مارب عقب رفضهم الانصياع لأوامره في التقدم باتجاه مناطق الجيش واللجان. إلى محافظة الجوف، حيث أكد مصدر عسكري أن